الرئيس السيسي يؤكد أهمية جهود تطوير الموانئ في دفع الاقتصاد المصري إلى مصاف الدول المتقدمة تجارياً وتصنيعياً. بايدن يصف إعلان بوتين عن نشر أسلحة نووية في بيلاروسيا بالخطير والمثير للقلق. النقابات العمالية الفرنسية تعلن تنفيذ إضرابات جديدة احتجاجاً على تعديل قانون التقاعد. الثامنة صباحاً، السادسة بتوقيت غرينتش، نشرة إخبارية مفصلة تأتي حضراتكم من القاهرة. أهلاً بكم. عقد الرئيس عبد الفتاح السيسي اجتماعاً مع رئيس الوزراء وعدد من المسؤولين لمتابعة المشروعات الحالية والمستقبلية لتطوير الموانئ البحرية والجافة والبرية على مستوى الجمهورية. واطلع الرئيس السيسي خلال الاجتماع على مستجدات تطوير ميناء السلوم البري، بالإضافة إلى موقف تطوير مشروعات ميناء الإسكندرية الكبير، خاصة محطة تحيا مصر متعددة الأغراض. وفي اجتماع آخر مع رئيس الوزراء وعدد من المسؤولين والوزراء، أكد رئيس السيسي الأهمية الكبيرة لجهود تطوير الموانئ في تطوير الاقتصاد المصري ودفعه إلى مصاف الدول المتقدمة تجاريا وتصنيعيا. عقد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي اجتماعا لمتابعة المشروعات الحالية والمستقبلية لتطوير الموانئ البحرية والجافة والبرية على مستوى الجمهورية بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد معيط وزير المالية، والفريق كامل الوزير وزير النقل، والمهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة، واللواء أحمد العزازي رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة. المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمي صرح بأن السيد الرئيس اطلع على مستجدات تطوير ميناء السلوم البري الذي يمثل شريان حياة في غرب مصر من خلال تيسير حركة السفر والتنقل من وإلى ليبيا، فضلا عن مساهمته في تعزيز تدفق البضائع وزيادة معدلات التبادل التجاري، إلى جانب الاستفادة من المنطقة اللوجستية التي يتم تنفيذها ضمن تطوير الميناء لخدمة المصدرين. كما تناول الاجتماع موقف تطوير مشروعات ميناء الإسكندرية الكبير، خاصة محطة تحيا مصر متعددة الأغراض التي تشتمل على ساحة تداول بمساحة نصف مليون متر مربع وقادرة على تداول من 12 إلى 15 مليون طن بضائع سنويا، واستقبال من 6 إلى 7 سفن ذات حمولات كبيرة في نفس الوقت، وهو ما يمثل إضافة قيمة إلى قدرات الدولة المصرية في هذا المجال. كما عقد السيد الرئيس أيضا اجتماعا مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والفريق كامل الوزير وزير النقل، والفريق أشرف عطوة قائد القوات البحرية، واللواء أحمد العزازي رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، واللواء بحري أركان حرب محمد فكري مساعد قائد القوات البحرية للشؤون الهندسية، والعميد بحري عادل بحيري رئيس الشعبة الهندسية للقوات البحرية، حيث تابع سيادته مستجدات إنشاء ميناء جرجوب البحري الذي يقوم على تحقيق الاستفادة المثلى من الموقع الاستراتيجي والمقومات الاقتصادية والبيئية لمنطقة جرجوب، وذلك من خلال إقامة ميناء حاويات تجاري ومنطقة صناعية، إضافة إلى منطقة للخدمات اللوجستية ومراكز سياحية عالمية لتعظيم العوائد من خدمة حركة التجارة بين مصر وأوروبا وإفريقيا. وأوضح المتحدث الرسمي أن السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي أكد الأهمية الكبيرة لهذه الجهود في تطوير الاقتصاد المصري ودفعه إلى مصاف الدول المتقدمة تجاريا وتصنيعيا، بالإضافة إلى تنمية المناطق المجاورة للموانئ في الأنشطة اللوجستية والصناعية والخدمية، لا سيما في ضوء ما تتميز به مصر حاليا من شبكة طرق ومحاور عالمية المستوى ووسائل نقل حديثة ومتعددة، سواء ما تم تنفيذ أو جاري العمل به، بما يساهم في إعادة صياغة مفردات الواقع المصري نحو تحقيق التقدم والتنمية المستدامة. أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أنه تابع باهتمام جلسة مجلس أمناء الحوار الوطني، وفي تدوينة له على صفحته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي ثمن الرئيس السيسي العمل المستمر من أبناء مصر المخلصين الذين يسعون نحو الحوار والنقاش من أجل مصرنا العزيزة. وأكد رئيس السيسي الأخذ بالاعتبار ما تم مناقشته في الجلسة فيما يتعلق بالتعديل التشريعي الذي يسمح بالإشراف الكامل
من الهيئات القضائية على العملية الانتخابية. وأشار الرئيس السيسي لأنه وجه الحكومة والأجهزة المعنية في الدولة بدراسة هذا المقترح وآلياته التنفيذية. هذا وتوجه مجلس أمناء الحوار الوطني بالشكر إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي لاستجابته السريعة لما صدر في بيان مجلس أمناء الحوار الوطني في اجتماعهم الأخير والخاص بمقترح متعلق بإجراء تعديل تشريعي في قانون الهيئة الوطنية للانتخابات للمادة رقم 34 من الدستور، والذي يوجب إتمام الاقتراع والفرز في الانتخابات والاستفتاءات التي تجرى في البلاد تحت إشراف كامل من أعضاء الجهات والهيئات القضائية بنظام قاض لكل صندوق. وأكد مجلس أمناء الحوار الوطني قيامه بكل الإجراءات والخطوات التي تخدم الحوار والنقاش من أجل مصرنا الغالية ومصلحة المواطن. وعلى مدار عام حقق الحوار الوطني عدة إنجازات حتى الإعلان عن بدء أولى جلساته في 3 مايو المقبل. المزيد في العرض التالي. وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بقيام صندوق تحيا مصر بتخصيص مبلغ 1 مليار جنيه لدعم مبادرة إنهاء قوائم الانتظار للحالات الحرجة. صرح بذلك المتحدث باسم رئاسة الجمهورية.
عقد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي اجتماعا لاستعراض التحضيرات الخاصة باستضافة مصر للمنتدى الحضري العالمي في دورته 12 والمقرر عقده في نوفمبر من عام 2024. وأشار مدبولي إلى أن استضافة مصر للنسخة 12 من المنتدى الحضري العالمي الذي يعد ثاني أكبر حدث على أجندة الأمم المتحدة بعد مؤتمر المناخ يعد انعكاسا لما حققته الدولة من نجاح في مجال تطوير العمران المستدام وما يبذل من جهود لإنشاء المدن العمرانية المتكاملة وكذا توفير السكن الحضري المناسب لمختلف فئات المجتمع. هذا وعقد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي اجتماعا لمتابعة مستجدات عدد من مشروعات وزارة الاتصالات، وشهد الاجتماع استعراض مشروع مدينة مصر الرقمية والموقف التنفيذي لمنظومة إدارة أملاك الدولة في عدد من الوزارات والمحافظات وبعض الشركات التابعة لوزارة قطاع الأعمال. نجحت المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية ابدأ في تكوين 64 شراكة استثمارية لإنشاء كيانات صناعية تشارك بها 23 شركة أجنبية من كبرى الشركات العالمية في الصناعة. المزيد في العرض التالي والزميل شادي شاش. أهلا بكم. مع استمرار تنفيذ المشروعات في إطار خطة التطوير والتنمية، كانت أول إنجازات مبادرة ابدأ في 6 أشهر توطين صناعات استراتيجية لأول مرة في مصر، حيث أطلقت المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية ابدأ بتوجيه من الرئيس السيسي خلال إفطار الأسرة المصرية في إبريل 2022. مبادرة ابدأ تهدف إلى تعزيز دور القطاع الخاص في توطين الصناعة وتقليل الفجوة الاستيرادية وتأهيل العمالة المصرية وتدليل العقبات أمام المصانع المتعثرة. وتضمنت المبادرة العمل على 3 محاور: محور تكوين الشركات الكبرى، ومحور دعم الصناعة، ومحور البحث والتدريب والتطوير. وفيما يتعلق بمحور الشراكات الكبرى، نجحت المبادرة في تكوين 64 شراكة استثمارية لإنشاء كيانات صناعية تشارك بها 23 شركة أجنبية من كبرى الشركات العالمية في الصناعة، ومن المتوقع أن تسهم تلك المشروعات في تحقيق وفر في الواردات وزيادة في الصادرات بقيمة 16 مليار دولار. وبالرغم من كل التحديات العالمية، فقد تمكنت ابدأ من تنفيذ وافتتاح 4 مشروعات بإجمالي وفر يتجاوز 500 مليون دولار، كما تمكنت من تدليل كل المعوقات للمشروعات من توفير أراض ووحدات صناعية بمختلف أنحاء الجمهورية، وكذلك التنسيق مع البنوك لتوفير الاعتمادات المستندية اللازمة لشراء المواد الخام. وفيما يتعلق بمحور دعم الصناعة، نجحت ابدأ في حل وإنهاء مشكلات 848 مصنعا ما بين الاحتياج للدعم، سواء من خلال استخراج تراخيص التشغيل أو التمويل أو الحاجة لتوفير أراض صناعية، أو مشكلات تتعلق بالمرافق أو مصنع يحتاج إلى تقنين أوضاعه لتواجده على أرض زراعية أو سكنية. وفيما يرتبط بمحور التدريب والبحث والتطوير، أطلقت ابدأ العديد من المبادرات التي استهدفت التدريب والتمكين الاقتصادي للمتدربين، مثل مبادرة ابدأ حياة بالشراكة مع مؤسسة حياة كريمة، والتي تم تنفيذها بمحافظتي سوهاج والغربية، ومبادرة معدتك شركتك. كما تم تصميم برنامج تدريبي للمستوى الإداري بالمصانع، وجري التنسيق مع الشركاء لتنفيذ المرحلة الأولى ب 26 متدربة. وفي إطار مشروع تطوير مؤسسات التعليم الفني والتدريب المهني التابعة للدولة طبقا لمعايير الاعتماد الدولية، تم تنفيذ زيارات ميدانية ل9 مراكز تدريب تابعة لمصلحة الكفاية الإنتاجية ووزارة القوى العاملة، وتم اختيار 5 مراكز كمرحلة أولى للمشروع مع تحديد التخصصات النهائية لهم. مشاهدينا، كان هذا عرضا لإنجازات مبادرة ابدأ الوطنية لتطوير الصناعة المصرية في 6 أشهر. شكرا للمتابعة. عادت الحياة إلى مدن شمال سيناء بعد اقتلاع جذور الإرهاب وأصبحت اليوم آمنة، يتمتع أبناؤها بكافة مظاهر الحياة الطبيعية كحال جميع مدن محافظات الجمهورية.
الشهيد راضي عشان يبقى الشهيد مرتاح ويفرح كل يوم باللي حصل فيها. مدن شمال سيناء عادت الحياة إليها بعد سنوات من العمليات العسكرية بعد اقتلاع جذور الإرهاب، وأصبحت اليوم آمنة. يتمتع أبناؤها بكافة مظاهر الحياة الطبيعية كحال كافة مدن محافظات الجمهورية. اهتمت الدولة بالمظهر الجمالي لكافة شوارع وطرقات مدن شمال سيناء لتشمل أعمال التنمية على كل شبر بتلك الرقعة الغالية من أرض الوطن. مدينة رفح الجديدة تنتظر أبناء المدينة ليملأوا كافة وحداتها السكنية بعد أن اهتمت الدولة بكافة مؤسساتها بتوفير المظاهر الحضرية بالمدينة السكنية الجديدة لينعم بداخلها المواطنون بالحياة الكريمة. وطبعا كل دوت يعني اتعمل علشان الناس ترجع أراضيها تاني وتعمر وتزرع وترجع الحياة لطبيعتها قبل ما كانت قبل كده يعني. ورجعت رفع زي ما كانت قبل كده. المدينة تقريبا فيها كل الخدمات اللي بيحتاجها كل المواطنين. مدينة رفح الجديدة معمولة لحس الحياة ترجع لرفح تاني بعد الفترة اللي عشناها بسبب ظروف الإرهاب. الحمد لله الدنيا اتطهرت على الآخر، ما فيش أي مشاكل، فبالتالي الناس كلها تبدأ ترجع إن شاء الله، وهتسكن في عماير حاجة محترمة وحاجة معمولة طبقا لكل المواصفات. إن شاء الله ترجع الحياة لطبيعتها بالكامل. إنها الشيخ زويد، المدينة التي يتمتع أهلها بالبسالة والكرم وحسن الضيافة، والذين أكدوا أن المناخ الآمن أدى إلى امتلاء كافة الطرق والمصالح الحكومية بأبناء المدينة ليمارسوا أعمالهم بشكل يومي بكافة المجالات، كما امتلأت الأسواق بالمواطنين لتلبية كافة احتياجاتهم. ربنا أنعم علينا بالأمن والأمان، إحنا اليوم في أفضل أيام من 10 سنين، الأسواق عامرة والناس بتمارس حياتها اليومية بأمن وأمان. والله اختلافات كتير، الحمد لله رجعت الحياة لطبيعتها يعني تقريبا نسبة 100%. يعني كنت الأول ما تقدرش تخرج من بيتك، وكنت دلوقتي الحمد لله تقدر تخرج وتطلع في أي وقت، والبضايا الحمد لله متوفرة وكل حاجة متوفرة عندنا، يعني أحسن من أول بكتير. شمال سيناء تشهد اليوم تنمية حقيقية بكافة مناحي الحياة، ليتدفق الأمل نحو مستقبل أفضل يعيش فيه أبناء المحافظة. يستكمل قطار الخير لمجلس القبائل والعائلات المصرية تحت شعار وطن واحد رحلته، حيث يجوب أرض الفيروز ليصل إلى وسط سيناء بقافلة متكاملة تضم توزيع 2000 كرتونة مواد غذائية على الأسر الأكثر احتياجا، بالإضافة لقافلة طبية متكاملة، إلى جانب معمل للتحاليل وتوزيع الأدوية والنظارات الطبية بالمجان، يأتي ذلك بالتعاون مع كل من بنك الطعام المصري ومؤسسة نبض الحياة وشركة فاركو للأدوية ومؤسسة الليدرز الاجتماعية. وصف رئيس الأمريكي جو بايدن إعلان نظيره الروسي فلاديمير بوتين عن نشر أسلحة نووية في بيلاروسيا بأنه خطير. وأقال بايدن في تصريحات صحفية في البيت الأبيض إن إعلان بوتين مثير للقلق في نفس الوقت. وكان بوتين قد أعلن السبت الماضي أنه بصدد نشر أسلحة نووية تكتيكية في بيلاروسيا في خطوة لاقت تنديدا غربيا واسعا. أعلن وزير الخارجية الأوكرانية ديمترو كوليبا أن كييف لن تقبل السلام مع استمرار الهجمات الروسية. وأعرب كوليبا عن تقدير بلاده لكافة الجهود الرامية إلى تحقيق السلام. وشدد وزير الخارجية الأوكراني على سعي بلاده لانخراط أكبر عدد ممكن
من الدول في خطة السلام بين كييف وموسكو، مؤكدا أن أوكرانيا تعول كثيرا على دور الولايات المتحدة إزاء خطة السلام. زار الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي بلدتين بشمال البلاد وخنادق لقوات حرس الحدود قرب روسيا. وأظهرت لقطات مصورة نشرها مكتب زيلينسكي أنه يزور سومي، المنطقة السادسة التي يزورها في أسبوع. وأكد زيلينسكي أمام تجمع من الجنود والمدنيين بإحدى محطات السكك الحديدية على تحقيق النصر ضد القوات الروسية. قالت وزارة الدفاع الروسية إن القوات الاستراتيجية الصاروخية الروسية بدأت تدريبات مقررة تشمل أنظمة صواريخ يارس النووية البالستية العابرة للقارات. وأضافت في بيان أن التدريبات يشارك بها أكثر من 3000 فرد عسكري وحوالي 300 قطعة عتاد. أعربت الولايات المتحدة عن تأييدها للدعوات المطالبة بتشكيل محكمة خاصة لمحاكمة روسيا في عملياتها أو على عملياتها في أوكرانيا. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية إن بلاده تؤيد الفكرة التي طرحها الاتحاد الأوروبي لمحاسبة أوكرانيا كمحكمة دولية متجذرة في النظام القضائي الأوكراني وتتضمن عناصر دولية. أعلنت أوكرانيا مقتل 86 عسكريا روسيا خلال اشتباكات في منطقة باخموت. كما أكدت كييف أن الاشتباكات أسفرت أيضا عن إصابة 117 آخرين من القوات الروسية. وأوضحت كييف أن القوات الأوكرانية دمرت مدافع الهاوتزر التابعة للقوات الروسية، فيما شنت موسكو 194 غارة على المدينة خلال 24 ساعة. أكد وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن اندلاع معارك ضارية في مدينة باخموت بين الجيشين الروسي والأوكراني. وخلال جلسة استماع في مجلس الشيوخ الأمريكي قال أوستن إن واشنطن ترى أن القوات المسلحة الأوكرانية لديها فرصة لتحقيق نجاح كبير في ساحة المعركة قبل الشتاء المقبل. كما أعلن أوستن أن روسيا تحاول فرض سيطرتها الكاملة على البحر الأسود. مع تواصل التصعيد في الأزمة الروسية الأوكرانية وزيادة الدعم العسكري المقدم من جانب الغرب لكييف، أعلنت روسيا عزمها نشر أسلحة نووية تكتيكية في جارتها بيلاروسيا، وهو الأمر الذي ينذر بمزيد من التصعيد في الأزمة. نتابع المزيد والعرض التالي مع الزميل شادي شاش. أهلا بكم. منحنى خطير تتخذ الأزمة الروسية الأوكرانية في أعقاب إعلان الرئيس فلاديمير بوتين قيام بلاده بنشر أسلحة نووية تكتيكية في بيلاروسيا، وأن التحضيرات ستبدأ اعتبارا من الشهر المقبل لنشر هذه الأسلحة في الدولة الجارة والحليفة. الخطوة الروسية بررها الرئيس بوتين بقيام الولايات المتحدة منذ عقود بنشر أسلحتها النووية التكتيكية على أراضي حلفائها، مضيفا أن موسكو ستقوم بالأمر ذاته ومؤكدا الحصول على موافقة مينسك. موسكو أكدت في تصريحات على لسان المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف أنها لن تغير خططها حول نشر أسلحة نووية تكتيكية في بيلاروسيا رغم الانتقادات الغربية الشديدة التي أثارتها تلك الخطوة، معتبرا أن ردود الفعل تلك لا يمكن أن يكون لها تأثير على خطط روسيا. كييف من جانبها دعت إلى اجتماع طارئ لمجلس الأمن الدولي. وقالت الخارجية الأوكرانية إنها تنتظر إجراءات فعالة من قبل المملكة المتحدة والصين والولايات المتحدة وفرنسا لمواجهة ما وصفته بالابتزاز النووي الروسي. الاتحاد الأوروبي بدوره توعد مينسك بعقوبات جديدة إذا ما وافقت على استقبال أسلحة نووية روسية على أراضيها. واعتبر مسؤول السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل أن استقبال بيلاروسيا لتلك الأسلحة من شأنه أن يشكل تصعيدا غير مسؤول وتهديدا للأمن الأوروبي.
من جهته ندد حلف شمال الأطلسي بالخطاب الروسي عن نشر أسلحة نووية تكتيكية في بيلاروسيا، معتبرا أنه خطير وغير مسؤول، ومؤكدا أنه سيبقى حذرا وسيواصل مراقبة الوضع عن كثب. المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي جون كيربي قال إن الولايات المتحدة لا تملك أي مؤشر يدل على قيام روسيا بنقل أسلحة نووية إلى بيلاروسيا، مضيفا أنه لا يوجد ما يدل على أن الرئيس الروسي يعتزم الاستعانة بأسلحته النووية في أوكرانيا. مشاهدينا الكرام، كان هذا عرضا سريعا لآخر تطورات الأزمة الروسية الأوكرانية وردود الفعل المنددة بقرار روسيا نشر أسلحة نووية تكتيكية على أرض بيلاروسيا. شكرا للمتابعة. أكد الكرملين أن روسيا ستواصل المطالبة بإجراء تحقيق دولي في الانفجارات التي استهدفت خطوط أنابيب غاز نورد ستريم العام الماضي. وذكر المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف أن الجميع ينبغي أن يكونوا مهتمين بإجراء تحقيق حيادي من أجل كشف الجنات. ضغوط غربية على أعضاء مجلس الأمن الدولي، هكذا بررت روسيا رفض المجلس لمشروع القرار الروسي حول تفجيرات خطوط السيل الشمالية. المتحدث باسم الرئاسة الروسية ديمتري بيسكوف أعرب عن أسفه لذلك القرار، مؤكدا أن روسيا ستواصل بذل كل الجهود الممكنة حتى يتم التوصل إلى تحقيق دولي موضوعي حول تفجيرات خطوط نقل الغاز السيل الشمالي. وأشار بيسكوف إلى ضرورة مشاركة جميع الأطراف المعنية في التحقيق الدولي حتى يتم إلقاء الضوء على كل من له علاقة بتخطيط الجريمة وتنفيذها. من جانبه، أكد نائب مندوب روسيا بالأمم المتحدة ديمتري بوليانسكي أن الغرب ضغط بشكل شديد على أعضاء مجلس الأمن الدولي خلال التصويت على مشروع القرار الروسي، موضحا أن الأعضاء الآخرين غير الغربيين الذين امتنعوا عن التصويت خشوا الإعراب عن دعمهم لروسيا. بدوره، أكد نائب المندوب الصيني لدى الأمم المتحدة أن الدول التي عرقلت موافقة مجلس الأمن الدولي على إجراء تحقيق دولي في تفجير أنابيب غاز السيل الشمالي تثير شكوكاً بأن لديها ما تخفي بهذا الشأن، محملاً مجلس الأمن الدولي مسؤولية مواصلة التعامل مع هذا الحادث، مشدداً على أن أكثر من 6 أشهر مرت على التفجيرات ومن الضروري القيام بهذه الإجراءات التحقيقية في أسرع وقت ممكن. وفشلت روسيا في إقناع مجلس الأمن الدولي بالمطالبة بإجراء تحقيق مستقل في الانفجارات التي وقعت في سبتمبر الماضي بخطي أنابيب نورد ستريم، إذ لم تحصل الوثيقة على العدد المطلوب من الأصوات، فلم تصوت سوى روسيا والصين والبرازيل لصالح القرار الذي صاغته موسكو، بينما امتنع أعضاء المجلس 12 الآخرون عن التصويت. وفي سبتمبر عام 2022 وقعت تفجيرة في خطي أنابيب الغاز الروسيين السيل الشمالي والسيل الشمالي 2، وتسببت في تصدعات في خطوط الغاز الواصلة بين روسيا وألمانيا، وتسرب الغاز إلى البلطيق. ولم تستبعد ألمانيا والدنمارك والسويد أن هذه التفجيرات كانت أعمال تخريب، فيما تجري هذه الدول تحقيقات خاصة في هذه الحادثة، لكنها لم تتوصل إلى أي نتائج بعد. أعلنت النقابات العمالية الفرنسية تنفيذ إضرابات جديدة يوم 6 أبريل المقبل احتجاجا على تعديل قانون التقاعد. هذا وأعلن الاتحاد العام للعمل الفرنسي عام مشاركة أكثر من 2 مليون متظاهر في جميع أنحاء فرنسا، من بينهم 450 ألف شخص في شوارع العاصمة باريس. موجة جديدة من المظاهرات والإضرابات اجتاحت أنحاء فرنسا احتجاجا على تعديلات قانون التقاعد، وذلك في تصعيد جديد. الموجة العاشرة من التظاهرات شهدت مزيدا من العنف بين المتظاهرين وقوات الشرطة في العاصمة باريس، وقامت الشرطة بإطلاق الغاز المسيل للدموع، بينما ألقى المتظاهرون الحجارة والألعاب النارية على عناصر الأمن، كما توقفت حركة القطارات بسبب إضراب عمال السكك الحديدية وتظاهرهم على مسارات القطارات في وسط العاصمة.
وفي سياق تلك التطورات أغلقت سلطة برج إيفل الأبواب أمام الزوار بسبب إضراب موظفيه، كما شهدت مدن نانت وليون وبوردو مظاهرات حاشدة وأعمال شغب، وتصاعدت حدة المواجهات بين الشرطة والمتظاهرين بعدما أحرق متظاهرون بنكا في مدينة نانت. الاتحاد العام للعمل الفرنسي أعلن مشاركة أكثر من 2,000,000 متظاهر في جميع أنحاء فرنسا، بينهم 450,000 شخص في شوارع العاصمة باريس، وذلك في ثاني أكبر مظاهرة من حيث الحشد وعدد المشاركين منذ مظاهرات 19 من يناير الماضي، فيما أكدت وزارة الداخلية الفرنسية مشاركة 740,000 متظاهر فقط. انصياع الحكومة لمطالب الشارع الفرنسي كان شعار المتظاهرين هذه المرة، بعدما رفضت مطلباً نقابياً جديداً لإعادة النظر في مشروع قانون رفع سن التقاعد، وهو ما أثار حفيظة قادة العمال الذين قالوا إن على الحكومة إيجاد سبيل للخروج من تلك الأزمة. من جانبها اضطرت الإدارة العامة للطيران المدني في فرنسا لإلغاء 20% من الرحلات الخميس المقبل في أورلي ومارسيليا وتولوز، و 25% في عدة مدن فرنسية أخرى بسبب الإضرابات والاحتجاجات المرتقبة. وفي غضون ذلك أعلنت النقابات العمالية الفرنسية تنفيذ إضرابات جديدة يوم 6 أبريل المقبل احتجاجاً على تعديل قانون التقاعد، لتستمر حلقة العنف في فرنسا بين عزم المتظاهرين على تعديل القانون وإصرار الحكومة على المضي قدماً في تنفيذه. أعلنت الولايات المتحدة أنها أبلغت روسيا بأنها ستحجب بعض البيانات بشأن أسلحتها النووية، وأكد المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي جون كيربي أن تلك الخطوة تأتي رداً على تعليق موسكو مشاركتها في معاهدة نيو ستارت للحد من الأسلحة النووية. وقال كيربي أنه بموجب القانون الدولي يحق للولايات المتحدة أن ترد على انتهاك روسيا لمعاهدة نيو ستارت باتخاذ إجراءات مضادة متناسبة وقابلة للإلغاء من أجل حث روسيا على العودة إلى الامتثال لالتزاماتها. قال وزير الخارجية الروسية سيرجي لافروف إن روسيا لا تجري حالياً اتصالات مع الولايات المتحدة بشأن معاهدة تخفيض الأسلحة الاستراتيجية نيو ستارت، وشدد لافروف على أنه لا يوجد اتصال مع واشنطن بشأن معاهدة خفض الأسلحة الاستراتيجية. وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أعلن أن روسيا علقت مشاركتها في معاهدة ستارت الجديدة. قرر قاض أمريكي استدعاء نائب الرئيس السابق مايك بنس للإدلاء بإفادته بشأن محادثات دارت بينه وبين ترامب قبيل اقتحام مقر الكونغرس عام 2021. أفادت التقارير بأن رئيس الهيئة القضائية في واشنطن أصدر قراراً بمثول بنس أمام هيئة محلفين في محكمة فيدرالية، وأنه يجب أن يجيب على كل الأسئلة في إطار التحقيق الذي ينظر في احتمال ضلوع الرئيس حينها في عمل إجرامي.
يصل ملك بريطانيا تشارلز الثالث إلى ألمانيا اليوم الأربعاء في أول زيارة خارجية له يقوم بها منذ إعلانه ملكا. وقال قصر باكنغهام إن زيارة تشارلز لألمانيا ستستمر لمدة 3 أيام، وسوف تتناول عددا من القضايا التي تواجه البلدين مثل الأزمة الأوكرانية، كما سيحيي ذكرى أحداث تاريخية. أعلن الاتحاد الأوروبي عن اجتماع للأسبوع المقبل بين مسؤولين من كوسوفو وصربيا، وذلك من أجل مناقشة اتفاقية التطبيع. وقال متحدث باسم الاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والأمن إن كبير المفاوضين من كوسوفو وصربيا سيجتمعون في بروكسل لمناقشة الخطوات الأولى نحو تنفيذ الاتفاقات التي تم التوصل إليها بين الجانبين خلال المحادثات في مقدونيا الشمالية. انتخب البرلمان الاسكتلندي رسميا حمزة يوسف الزعيم الجديد للحزب الوطني الاسكتلندي رئيسا للحكومة، ليصبح أول رئيس وزراء اسكتلندي من أصول مهاجرة مسلمة، ويخلف يوسف بذلك نيكولا ستورغن التي أعلنت استقالتها بصورة مفاجئة الشهر الماضي بعد 8 أعوام في الحكم. وسيتولى حمزة يوسف الذي هاجر أجداده من باكستان إلى غلاسكو قبل 60 عاما رسميا مهامه الأربعاء بعد تعيينه بأمر ملكي وأدائه اليمين أمام المحكمة العليا الإسكتلندية. أعلنت السلطات الإسبانية إجلاء مواطنين من عدة قرى في شرق إسبانيا، وذلك بسبب اشتعال حرائق غابات جديدة. وتواصل السلطات جهود السيطرة على الحرائق التي أدت إلى تدمير عدد من المساحات المزروعة والأشجار. جهود كبيرة متواصلة في إسبانيا للسيطرة على حرائق الغابات المستمرة في الاشتعال. السلطات الإسبانية أعلنت في بيان جديد إجلاء مواطنين من عدة قرى في شرق البلاد بسبب اشتعال حرائق جديدة، وذلك تحسباً لأي أضرار، كما يواصل رجال الإنقاذ جهود احتواء الحرائق. أضرار كبيرة خلفتها الحرائق الأولى في إسبانيا خلال عام 2023، حيث أدت إلى تدمير مساحات كبيرة من الأشجار وصلت إلى أكثر من 100,000 فدان، كما شهدت منطقة فالنسيا أضراراً كبيرة في المساحات المزروعة، بالإضافة إلى استمرار إجلاء آلاف المواطنين عن منازلهم. كما انقطع التيار الكهربائي عن بعض المناطق الأسبانية، بالإضافة إلى إغلاق العديد من الطرق. خدمات الطوارئ أعلنت أن أكثر من 500 عامل إطفاء تدعمهم 20 طائرة يكافحون الحرائق منذ أيام. وكالة الأرصاد الجوية الإسبانية كانت قد أعلنت أن إسبانيا دخلت رسمياً فترة جفاف طويلة الأمد بسبب ارتفاع درجات الحرارة وانخفاض هطول الأمطار في السنوات الثلاث الماضية، ومن المرجح أن تواجه عاماً جديداً من موجات الحر وحرائق الغابات في صيف عام 2023. وكانت إسبانيا قد شهدت العام الماضي أسوأ حريق غابات، حيث سجل برنامج مراقبة الأرض التابع للاتحاد الأوروبي 493
حريق غابات. تواصل السلطات الأمريكية تقديم المساعدات لاحتواء آثار الإعصار المدمر في ولاية ميسيسيبي، بينما توقعت هيئة الطوارئ هبوب عواصف قوية جديدة في بعض مناطق ميسيسيبي. بعد أكثر من يومين على عواصف مدمرة أسفرت عن سقوط العديد من الضحايا في ولاية ميسيسيبي الأمريكية، حذرت هيئة الطوارئ من عواصف قوية جديدة في بعض المناطق، حيث أكد حاكم الولاية تيت ريفيز أن الولاية تشهد مأساة مناخية حقيقية، لافتا إلى أن المنطقة تعرضت لعواصف وأعصار عبر مسافة زادت على 150 كيلومترا من غرب الولاية إلى شرقها. هيئة الطوارئ أوضحت أن العواصف لحقت أضرارا واسعة وتسببت في اقتلاع الكثير من أسطح المنازل، بينما انقطعت الكهرباء عن 5000 من سكان الولاية. الهيئة أوضحت أن في بلدة رولينج فورك البالغ عدد سكانها 2000 نسمة والتي ضربتها العاصفة مباشرة تشبه الشوارع ساحة حرب، وفي غضون ذلك بدأت المساعدات بالتدفق على رولينج فورك، فيما باشر الصليب الأحمر الأمريكي توزيع المواد الغذائية والسلع الأساسية من مقر للحرس الوطني وضعت فيها أسرة لاستقبال المشردين. هذا وستخصص المساعدات الفيدرالية إقامة مساكن مؤقتة للضحايا والحصول على قروض بنسب فائدة مخفضة لتغطية الخسائر بممتلكات لا تشملها عقود التأمين. واستأنفت فرق البحث والإنقاذ عملها بحثاً عن ضحايا محتملين وسط أنقاض المنازل والمباني التجارية والمباني الحكومية. قال رئيس الأمريكي جو بايدن إن أزمة البنوك لم تنتهي حتى الآن، مشيرا إلى أنه يفعل كل ما هو ممكن للتعامل مع هذه الأزمة. وخلال زيارته لولاية كارولاينا الشمالية أكد بايدن أن الفشل الذي لحق بكل من بنك سيليكون فالي وبنك سيجنيتشر تسبب في فقدان ثقة المستثمرين بصورة أكبر في القطاع المصرفي. ارتفع عجز الميزان التجاري السلعي للولايات المتحدة بنسبة 0.6% خلال فبراير الماضي مخالفاً التوقعات التي رجحت انكماشه، وكشفت بيانات مكتب الإحصاءات ارتفاع العجز التجاري السلعي إلى 91 مليارا و600 مليون دولار في الشهر الماضي من 91 مليارا و100 مليون دولار في يناير، ومقارنة بتوقعات انخفاضه إلى 90 مليارا و200 مليون دولار. أغلقت الأسهم الأمريكية على انخفاض مع محاولة المستثمرين استيعاب تصريحات مسؤول كبير بمجلس الاحتياطي الاتحادي الفيدرالي بشأن البنوك المتعثرة، وهبط المؤشر ستاندرد أند بورز 500 بنسبة 0.16%، في حين انخفض المؤشر ناسداك المجمع بنسبة 0.44%، كما هبط المؤشر داو جونز الصناعي بنسبة 0.12%. اتفقت دول الاتحاد الأوروبي خلال اجتماع في بروكسل على البحث عن خيار قانوني لمنع الشركات الروسية من إرسال الغاز الطبيعي المسال إلى دول الاتحاد، وذلك من خلال منع الشركات الروسية من حجز مرافق البنية التحتية للأزمة لإيصاله. واقترح وزراء الطاقة الأوروبيين ضرورة أن تتضمن قواعد سوق الغاز الجديدة في الاتحاد الأوروبي خياراً يسمح للحكومات بإيقاف مصدري الغاز من روسيا وبيلاروسيا مؤقتاً من تقديم عطاءات مسبقة بشأن المرافق اللازمة لإيصال الغاز الطبيعي المسال إلى أوروبا. في مسعى من الاتحاد الأوروبي للوصول إلى طريقة تسمح للدول الأعضاء بحظر الشحنات الروسية من الغاز الروسي المسال بشكل فعال دون تنفيذ عقوبات جديدة،
من خلال اقتراح يمنح القدرة على منع المصدرين الروس مؤقتاً من الحجز المسبق لسعة البنية التحتية اللازمة للشحنات. المقترح الجديد سيظل بحاجة إلى موافقة البرلمان الأوروبي الذي قدم حلوله الخاصة لتقليص واردات الغاز الروسي، وتقود فنلندا وإستونيا ولاتفيا ولتوانيا وبولندا الضغط من أجل حظر الواردات للدول الأعضاء. وتعد تلك الخطوة جزءاً من مساعي الاتحاد الأوروبي للابتعاد عن الغاز الروسي، وبينما انخفضت تدفقات الغاز الطبيعي عبر خطوط الأنابيب إلى مستويات قياسية، ارتفعت شحنات الغاز الطبيعي المسال من موسكو. مفوضة الطاقة في الاتحاد الأوروبي كادري سيمسون كانت قد دعت إلى وقف شحنات الغاز الطبيعي المسال الروسي، قائلة إنه لا ينبغي للشركات تجديد العقود طويلة الأجل بمجرد انتهاء العقود الحالية، فيما طلبت إسبانيا من الشركات عدم المشاركة في عمليات شراء جديدة من روسيا. إعادة تصميم أسواق الكهرباء في المنطقة تعد من أهم أولويات الاتحاد الأوروبي بالوقت الراهن، وتم اقتراح تمديد هدف خفض الطلب الطوعي على الغاز بنسبة 15% لعام آخر للمساعدة في تخفيف الضغط على الإمدادات في الشتاء المقبل، ومن المقرر أن تنتهي صلاحية الخفض الطوعي بنهاية مارس الجاري. محادثات مكثفة يعقدها أعضاء الاتحاد الأوروبي بشكل خاص حول موضوع الطاقة النووية، وسط دفعة من فرنسا للحصول على ائتمان للتكنولوجيا في إطار خطط توسيع نطاق مصادر الطاقة المتجددة إلى ما يصل إلى 45% من مزيج الطاقة بحلول نهاية العقد الجاري. وتم اقتراح عمل اتفاق يسمى التحالف النووي لاستخدام مزيد من الاستثمار في المفاعلات المعيارية الصغيرة، وهي تقنية نووية حديثة تسمح بإنشاء منشآت أصغر من تلك التي تعمل حالياً. ختام السابعة مشاهدينا أو الثامنة مشاهدينا، وإلى العناوين. الرئيس السيسي يؤكد أهمية جهود تطوير الموانئ في دفع الاقتصاد المصري إلى مصاف الدول المتقدمة تجاريا وتصنيعيا. بايدن يصف إعلان بوتين عن نشر أسلحة نووية في بيلاروسيا بالخطير والمثير للقلق. النقابات العمالية الفرنسية تعلن تنفيذ إضرابات جديدة احتجاجا على تعديل قانون التقاعد. ولمزيد من الأخبار يمكنكم دائما تحميل تطبيق أكسترا نيوز من خلال أبل ستور أو جوجل بلاي أو من خلال الكيو آر كود الظاهر على الشاشة. شكرا لكم على طيب المتابعة. كنت معكم نسرين فؤاد، إلى اللقاء.